شانتو علقوا باللوبيا قدام الناس؟ لا لحظة لحظة. ايه معك انا. لا لا ما فتحت الواتساب تبعي اليوم. بعثت لي فيديو. برافو عليك برافو عليك. طيب خبرني اذا صار اي شيء جديد. الله معك. لك عفان شو في قلي؟ لحظة لحظة بس لفرجيكي شغلة. شو في؟ فرجيني. شرفي. معقولة وصلت القصص للضرب؟ مبروك مدام هند. عن جد بتضحكني. لك على شو مبروك؟ على فضيحة؟ هاي الفضايح هي اللي بتجيب مصاري، هي اللي بتشهر الفيلم. بتعرف غسان؟ أنت صاير عم بتخوفني. أنا عم أخوفك؟ لك هاي الدنيا اللي عايشين فيها هي اللي بتخوف. تراست مي. لك لسه بيقول لي تراست مي. طبعا كل الصحافة والإعلام اللي حاضرة اليوم جاي تستفسر مني عن كل اللي صار بيني وبين الفنان هشام سلطان. أول شيء بحب أقول إنه الفنان هشام في أسباب كتيرة دفعته إنه يعمل ويرتكب الحماقة اللي ارتكبها. أول شغلة إنه علاقتي القوية بسراب، هي شغلة مهمة كتير كتير، الفنانة والنجمة سراب، وكل الإعلام بيعرف إنه في عمل مشترك قادم بيني وبينها. هذا السبب الأول. السبب الثاني والأهم إنه في دور كبير إلي وللفنانة سراب ناطرنا، طبعا رح صرح عنه للإعلام في وقت لاحق إن شاء الله. بس هذا الشيء ما بيخلي الفنان هشام قدام الناس والرايح والجاية يتعدى علي، يتعدى علي ويضربني قدام الفنانة سراب ومساعدتها. جيني بليز. سارة اتصلي لي بهذا الكمبارس اللي اسمه ماهر وفهمينه ما يكبر الموضوع بليز. هلا مدام خبروني انه الصحفيين مكوشين عليه باللوبي وهو نازل على تصريحات. لك يصرح قد ما بده ويحكي اللي بده اياه، بس اهم شيء ما يقرب لي على هشام ولا يشتكي عليه بليز يا سارة بسرعه. خلص مدام ولا يهمك، هلا رح بلغه فورا. قال ترست مي اهلي بعت لك حمايا غسان. معقول يا هشام؟ اخر حاجه كنت اتوقعها انك تتخانق تحت. انت عارفني كويس وانا بتاع خناقه. انا الخناقه اتفرضت عليا واحد قليل الذوق. بقول لك واقف قدامي بيقول لي ازيك يا هشام عامل ايه؟ ايه ده ان شاء الله؟ هشام على اساس ايه ان شاء الله؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ متخلف؟ قلت لي على فكره كل المواقع والصفحات كاتبين على الخبر ومنزلين الصور. طبعا هفرحتك فعلا. هي دايما كده بتحصل مع الفنانين، واحد ملوش لازمه يعمل مشكله مع واحد فنان. الفنان كده كده مشهور، بس اللي ملوش لازمه ده بعد المشكله بيبقى مشهور زيه زي الفنان بالظبط. يعني انا اللي خسران في الاخر وهو اتشهر على قفايا. طيب انا بدي استاذن. تقولي 5 دقايق شويه وراك ايه؟ لا سراب عم تدق لي كتير، بدي اروح شو بها. ماشي تعالي وصلي. جاني شو عم تعملي؟ كنت عم بطمن على الاستاذ هشام. والله؟ سبقيني على الغرفة. خير؟ جاي تخبطي على باب اوضتي ليه؟ معقولة الفضيحة اللي عملتها تحت؟ شو خبر بالي اي فضيحة؟ طبعا، انت اي شيء بخصني ما بتاخذ بالك منه. شفت الفيسبوك والإنستغرام وتويتر شو كاتبين علينا؟ السوشيال ميديا كلها مطبولة؟ والله شيء ما يهمنيش بالمرة. ايه بس أنا بيهمني كتير. مشكلتك هشام، أنت مين مفكر حالك؟ سوبرمان؟ أنطونيو بانديراس؟ ولا ما تكون شي نيكولاس كيج وأنا مو منتبهة؟ كل هالمسخرة اللي عملتها تحت وهالضوجة مشان تاخد شوية شهرة على كتافي؟ خلاص خلصتي؟ أتكلم أنا بقى شوية. أنا هتشيل على كتافك أنتِ. جرايه سوسة.
ناسيه ولا افكرك؟ اكيد ناسيه، بس انا بقى ليا مزاج دلوقتي افكرك برواقه. فاكره اول مره في حياتك شفت هشام سلطان كان امتى؟ كان في افتتاح فيلم من افلامي، كنت واقفه في وسط الناس مش عارفه توصليني من الزحمه اللي حواليا عشان تسلمي عليا. ازيك يا استاذ؟ ازاي حضرتك استاذ؟ انا فكره بحب حضرتك قوي، انا بحب التمثيل. واول مره في حياتي بتقفي جنبي عشان تتصوري كنت في الزحام مش عارفه، لدرجه ان في صوره من الصور حته بس صغيره قوي من وشك طلعت، كنت على الهامش زي ما كان طول عمرك عايشه على الهامش. اخدتك ومديتك ايديا وساعدتك وكبرتك وعملتك نجمه، بس هي طبيعه الانسان كده، نساي عادي مش مشكله لله. شوف رح اقول لك شيء، كل اللي انت حكيته هاد انا ما بيهمني ولا بيعني لي شيء، كل الماضي الجميل اللي انت بتحب تتذكره دائما منشان تشفي غليلك وحقدك تجاهي من غيرتك من نجاحي واللي انا وصلت له، انا ما بيعني لي شيء ولا بيهمني. انا اللي بيهمني وفكر فيه هو اليوم، اليوم انا وين وصلت وبكره انا لوين رايحه. شوف انا وين صرت وانت وين صرت، شوف اجري قديش باخذ وشوف اجرك انت قديش، شوف مسلسلاتي وافلامي على اي قنوات بتنعرض، وانت مسلسلاتك يا دوب بالشحاده بتنباع. صح؟ صح. رح انصحك نصيحه صغيره، انسى الماضي اللي انت بتحب تتذكره دائما وتشفي غليلك فيه مني، وفكر بكره شوي، فكر بالحاضر بالمستقبل، حاول ترفع شوي من اسمك اللي بلش ينزل وينزل وينزل كتير. دير بالك لأنه رح يجي يوم الناس رح تنسى فيه شكلك واسمك. الجملة الأخيرة دي بقى مش مظبوطة بالمرة، لأن الناس المحترمة لا هتنسى اسمي ولا تاريخي المشرف. بس هنقول إيه بقى؟ الأيام بيننا، وطول ما الملعب مفتوح بيني وبينك الشاطر بقى اللي هيلعب اللعبة الحلوة. قول إن شاء الله. إن شاء الله. وفي نهاية بقى لقائنا مع نجمة الجماهير في برنامج على الباب يا شباب، نحب نسمعها صوت طول عمرها بتحب الصوت ده ومتحمسة له وبقالها كتير قوي ما سمعتوش. ركزي بقى معانا عشان احنا النهارده عاملين لك مفاجاه على الهواء هتسعدك جدا جدا. اسمعي الصوت ده، بصي بصي جمال. والله لا خليك تندم على اليوم اللي غلطت معي فيه. اتجاني، شو كنتي عم تعملي عند هشام بالغرفة؟ احكي فورا. أنا قلت لك كنت عم بتطمن عنه. والله؟ بصفتك شو عم تطمني عنه؟ حبيبته؟ أخته؟ مرته؟ بصفتك شو تجاني؟ مش شرط يكون إلي صفة من يلي قلتيهم لأطمن عليه. على القليلة في بيناتنا خبز وملح وعشرة وذكريات. آه والله؟ في بينك وبين هشام ذكريات؟ ولي أنت جناتي ولا فصل مخك ولا شو صاير لك؟ لك أنت شفت موظفة طابدي راتبك مني آخر الشهر ونقطة على السطر، فهمانة ولي؟ بعدين تعي لأقول لك، إن شاء الله مفكرة إنه هشام ممكن يتطلع بوحدة مثلك. وحدة مثلي؟ بعدين مين قال لك إنه أنا ناطرة يتطلع أو ما يتطلع فيي؟ أنا عملت الواجب مش أكتر. أنتِ واجبك هون عندي بالغرفة معي، مو هنيك واجبك عنده. وسبق وأنذرتك وقلت لك يا جيني لا تطلعي من السويت بدون ما تاخدي إذني، صح؟ مدام أنا موظفة عندك مني خدامة. والله كتير منيح، والله برافو عليك كتير يا ستة جاني، صرتي تعرفي تجاوبيني وتردي بوشي. طبعا لأنه الأستاذ هشام قاعد كل الوقت عم يحشي لك براسك ضدي، أصلا هو هاد مستوى، هذا كل شي بيقدر يعمله أنه يحاربني من خلال الخدامة بتشتغل عندي. خدامة؟ أنت بتعتبريني خدامة عندك؟ بالله، لكن شو بدي أعتبرك؟ وزيرة عندي؟ هي قيمتي عندك؟ هيدي أخرتي؟ على
كل حال أنا بتشكرك على كل شيء. أنا رح أمشي. دربي سد ما يرد حبيبتي، إن شاء الله مفكرة إنه لويتي لي دراعي إذا قلتي لي أنا رح أمشي. أنا بكرة الصبح بجيب 10 مثل حكايتك يشتغلوا عندي بمصاري. يلا حبيبتي يلا. ناقصني غيرك يا شكالي. جيني جيني رايحة فين؟ نازلة على بيروت. بتعملي ايه ببيروت؟ هشام ما قادرة اقعد هون ولا دقيقة. اكيد حصل مشكلة. طب تعالي بس نتكلم وبعدين اعملي اللي انت عايزاه. تعالي تعالي عشان خاطري. تفضلي 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 تعالي تعالي تفضلي. ممكن اعرف بقى بهدوء ايه اللي حصل؟ جيني عشان خاطري. طب احكي لي ايه اللي حصل؟ اكيد طبعا قلت ادبها انا عارفها. عشان خاطري وحياتي شامله تحكي لي ايه اللي حصل؟ 6 سنين ضيعتهم من عمري وانا عم بشتغل معه اتحمل جنونه وعصبيتها ونمرتها علي. اعتبرتها مثل اختي بس هي طلعت بالاخر ما اعتبرتني مجرد خدامه عندها. تحرر فضل بالله. انا مش عارف اقول لك ايه. شوفي لو في حد فيكم انتوا الاثنين خسر فهي اللي خسرتك مش انتي. اللي مثل هي ما بيخسر. نحن بس اللي بنخسر. نحن بس اللي بندفع الثمن من كرامتنا واعصابنا وعمرنا. جيني جيني طب انت ليه بتعيطي دلوقتي؟ عم بدي على حالي. هشام بليز اتركني امشي. لا 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 انت مش هتمشي. لا لا اهدي بس. انا هحجز لك غرفه في الاوتيل وهتفضلي هنا في الاوتيل عشان خاطري. لا بليز انا ما قادره اقعد هون ولا دقيقه. انت هتفضلي هنا في الاوتيل وهحجز لك غرفه باسمك وهتبقي نزيله زيك زيها وهتفضلي للافتتاح كمان وده شغل. شوفي انا كده كده محتاج حد يمسك شغلي. محتاج مدير اعمال بصراحه وانت من اللحظه دي بقيتي مديره اعمالي خلاص. هشام ما تحاول تسيرني. انت عندك مازن مدير اعمالك. مازن صاحبي. هقول لك على حاجه. خلاص اعتبري مازن ده اترفد خالص وهمسح رقمه حالا من على الموبايل. أنا محتاج حد عنده خبرة بصراحة في الظروف اللي أنا فيها دي. محتاج حد يمسك شغلي. حد أمين وعنده خبرة في الشغلانة بتاعتنا. أنا عارف إن مازن هو اللي ماسك شغلي بس أنا اللي مرنته. أنا اللي عملته مدير أعمال. لكن مازن أصلا مش فاضي عنده شغله. أنا أتمنى إنك تكوني مديرة أعمالي. على فكرة إذا سراب خسرت شيء من هالحياة فهي خسرتك إلك أنت. انت عن جد انسان رائع. خلاص بقى. ممكن بقى عشان خاطري ما نجيبش بقى سيره السراب دي خالص. عشان خاطري اتفقنا؟ يلا بقى عشان احجز لك غرفه باسمك. يلا. طيب بقول لك ايه؟ ايه رايك تيجي تنامي عندي النهارده وهو موفر تمن غرفه؟ شو؟
والله بهزر بهزر، خدي من الهزار ده كتير. يا في حاجه تصدقيها كده؟ يا ربي أنا شو عملت بحالي؟ يا ريتني ما قلعتها. العم مين بده يلبسني هلا؟ جاني؟ أنت شو عم تعملي هون؟ إنه أنا نزيلة بالأوتيل ويمكن من حقي إجي أفطر. نزيلة. جاني لا تتباردي علي وقلي لي شو عم تعملي هون. والله أنا نزيلة بالأوتيل، يمكن من حقي إنه أنا كمان أحضر افتتاح الفيلم. حلو. بالإذن. على فكرة نسيت أقول لك شغلة، أنا صرت مديرة أعماله لهشام. ايه سارة؟ ايه استاذ؟ هلا بالنسبة لهذا الممثل ماهر، انا بظن انه مهمته ما انتهت. طيب شو اعمل، سفره؟ لا شو تسفري، عزبنا للزلمة يحضر حفلة افتتاح. انا بقترح انه تنقليه من الفندق، يعني بلا ما يساوي مشاكل هو وهشام مرة ثانية. طيب اوكي استاذ، حاضر. ماشي. صحيح سمعت اخر خبر؟ خير. قال سراب قلعت مساعدتها جاني، ام هشام حطها مديرة اعماله. شو هالحكي؟ ايه والله. على خير. ألو، هاي نزار، كيفك؟ لا لساتني بدبي. اسمع لأقول لك، هلا بدي مديرة أعمال تكون كتير شطورة. لا مو واحدة تانية، خلص جاني قلعتها. ايه بس انت بتعرفني بدي اياها بروفيشنال، وأهم شي تكون كتومة، يعني لا أرى لا أسمع لا أتكلم. اوكي طيب انت بعت لي الاسماء مع السيفيات وانا بنقي. اتفقنا؟ اوكي حبيبي، شكرا، يلا باي. وريتي كده لما شافتك؟ حاولت تبين انها مش مهتمه بالموضوع، شكلها هيك عم تخبي شيء. نظراتها ما كانت مريحه ابدا. يا طول عمرها نظرتها مش مريحة. أنا الوحيد اللي في الدنيا اللي ببقى عارف نظراتها بترمي علي بالظبط. أنا امبارح كل الليل ما نمت من ورا هيدي القصة. قصة إيه؟ ما بعرف، قلبي مش مطمن، خايفة سراب ما تعمل لها شي مصيبة. بقولك إيه؟ طول ما أنا جنبك أنا مش عايزك لا تخافي لا من سراب ولا غير سراب. أعلى مفخلها تركبه. هشام أنا ما بدي أكون سبب هيدي المشاكل يلي بيناتكم. مشاكل إيه؟ هقول نفس الكلام تاني؟ خلاص بقى شيليها من راسك ولا تفكري فيها خالص. يا سلام، المفروض أنت بقى لما تكح كده أنا أشيل إيديا وأعرق بسرعة. إيه يا عم جو الأفلام القديمة ده؟ نعم. سراب اتصلت بيك وعايزاك تروح لها الغرفة بتاعتها. سراب؟ عايزة إيه دي؟ قالت لك عايزة إيه؟ بتقول لي عايزاه في موضوع مهم. على فكرة فيك ما تروح،
لا بس مش دي الفكرة خالص. سراب غريب أوي. شوف هشام، أنا بعرف إني غلطت بحقك كتير، بس نحن بشر والإنسان بيغلط، وأنت كمان غلطت بحقي. أنا بعرف إنه أنا غلطت أكتر منك بكتير، ويمكن كون قسيت عليك، أو يمكن ما عطيت لحالي فرصة إنه أفهمك أكتر، بس أنت بتعرف ظروف شغلنا والضغط اللي منتعرض له. كتير أحياناً الواحد بياخد قرارات ما بيكون مسؤول عنها. هشام، أنا شايفة إنه العلاقة اللي بيني وبينك بتستاهل إنها تنعطى فرصة تانية. على فكرة نحن لسه مو مطلقين رسمياً ولا بالمحكمة، يعني رجعتنا لبعض كتير سهلة. أنت متخيل إذا رجعنا اليوم على ريد كاربت شو رح يصير؟ متخيل حجم الضربة الإعلامية اللي رح نعملها؟ نحن الاثنين بحاجة هيك خبطة وعم ندور عليها. هشام، الريد كاربت بقيان عليه 3 ساعات، وفي قرارات بالحياة لازم ناخدها كتير بسرعة، وفي فرص إذا أجت ما بترجع بتجي مرة تانية. الإنسان الذكي هو اللي بيستغل الفرصة لما بتجي وبياخد القرار بشجاعة، وأنا بعرف إنه أنت لا بينقصك ذكاء ولا شجاعة. هشام، أنا لسه لهلأ ما سمعت منك جواب. أنا عايزك تسمعي لي كويس أوي وتركزي في كل كلمة هقولها لك. كل الكلام اللي أنت قلتيه على عيني وعلى راسي. وعلى فكرة أنت لما كنتيش طلبتي مني إن احنا نرجع لبعض، أنا كنت هطلب منك. عن جد؟ عن جد. بس مش عشان الشهرة والريد كاربت والجو ده، عشان اللي بينا. احنا اللي بينا كبير قوي كتير. انت مش متخيل انا تعبت من غيرك قد ايه. متخيل انك وحشتيني جدا. بس انا ليه عندك طلب. بطلي جنان. حاضر. كل مرة بتقولي حاضر. اخر مرة. آخر مرة. عن جد أنت بتحبني؟ أنا بعشقك. وحشتيني. شو قالت لك؟ سراب النهاردة قالت لي أحلى كلام سمعته في حياتي، وأول مرة أحس باللي هي بتقوله. كيف يعني؟ سراب طلبت مني اللي أنا كنت متوقعه. طلبت مني إن احنا نرجع لبعض. أنت شلت لها؟ قلت لها مش هينفع في الوقت الحالي إن احنا نعلن. خلينا نستفيد بالضجة الإعلامية والصحافة ولقاءات. كيف يعني؟ قلت لها خلينا نعلن يوم افتتاح الفيلم واحنا بنتمشى على الريد كاربت. مش هتقولي لي مبروك؟ موفقين. مبروك. مازن، انت فين يا ابني؟ انا في البانيو. طب حاسب تغرق. ايه ده؟ لابس العوامات؟ بحاول مش عارف.
يلا keep it like this. Very good. Thank you. ساي ما قلت لك شو؟ راح يعلنوها. وشو هاي اللي راح يعلنوها؟ نتائج البكالوريا؟ سراب وهشام راح يعلنوا رجعتهم لبعض على الريد كاربت. أكيد عم تمزح. أنا بمزح بكل شيء إلا بهالشغلة. طيب وكيف صار هيك؟ ما مهم كيف صار هيك، المهم إنه صارت. قلت لك ترست مي. بتعرف غسان ما كان عندي أمل ولا واحد بالمليون إنه يصير هالشيء. حتى تصدقي كلامي. صراحة أنا كنت مؤمنة فيك كمخرج، بس هلا صرت مؤمنة فيك كمخرج وعاطفي وفلكي ومتنبئ كمان، شو رأيك؟ يا ستي شكراً. بس أنا هلا بقدر أقول لك إنه مبروك نجاح الفيلم. الله يبارك فيك يا رب. مرحبا مدام مها. اهلا وسهلا. كيفك؟ يا اهلا يا اهلا. كيف اهلين؟ كيف صحة؟ والله الحمد لله. انت كيفك؟ بدي اعرفك على الاستاذ الاستاذ هشام. اهلا اهلا مدام مها. يا هلا. من اشهر مصممي المجوهرات بدبي. تسلمت. اهلا بيكي هشام سلطان. ولو ما بحتاج غني على التعريف. الحقيقة انا محتاج خاتم. تمام. شو المناسبة؟ يعني بدك اياه كلاسيك ولا خطبة زواج؟ هو جواز ان شاء الله. تمام. اغلى خاتم عندك؟ خلص اكيد. الف الف مبروك. تفضل شوف معي هالكولكشن اللي عندي هون. اوكي. لا يوفقك يا جين. يعني ما انقلعتي ومشيتي إلا وقت عازتك؟ يا ربي هلأ أنا كيف بدي أعرف وين حاطط لي الغراض؟ مساء الخير. أهلا. جيني أستاذ هشام. أوكي ثانك يو. Thank you.
يا جماعة خليكم معي لو سمحتوا. أنا أول شيء بدي أتشكركم على حضوركم حفلنا المتواضعة، وبدي لكم إنه نحن محضرين لكم مفاجأة كتير 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 حلوة. الأستاذ هشام اليوم عنده مفاجأة لنا جميعا. تفضل أستاذ هشام. أنا عايز أتكلم معاكم عن الحب. الحب أغلى شيء في الوجود، والإنسان من غير حب ما يسويش حاجة. بالحب بنقدر نكمل ونستحمل ونعدي ونعيش عشان الحب. مش هطول عليكم، النهاردة أنا بعلن خطوبتي. حاضر. أنا بعلن خطوبتي على الإنسانة اللي حبتها، ومش هقدر أحب غيرها. ولو هي تسمح إني أقدم لها الهدية البسيطة دي، أنا هكون مبسوط جدا. أنا بعلن خطوبتي النهاردة على الآنسة جيني. اسمحي اسمحي. اختار